السلام عليكم، أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم، ونبدأ النشرة بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس البيلاروسي تتعلق بالعلاقات الطيبة بين البلدين. أربعون بالمئة حجم الزيادة المتوقعة في كمية إنتاج السلطنة من الغاز مع التوسعة الجديدة لحقل خزان. البنك المركزي العماني يرفع رأس ماله إلى 1 مليار ريال عماني اعتبارا من الشهر المقبل. انطلاق فعاليات السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور هاغي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق باطراد التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس تتصل بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات. تسلم رسالة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال استقبال سموه صباح اليوم لمعالي فلاديمير ماكي وزير الخارجية البيلاروسي الذي نقل تحيات رئيس جمهورية بيلاروس وتمنيات فخامته الطيبة لعاهل البلاد المفدى بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني باطراد التقدم والرقي. وقد أبلغ صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد معالي الوزير الضيف تحيات جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس البيلاروسي وتمنيات جلالته الطيبة له بدوام التوفيق وللشعب البيلاروسي الصديق بالمزيد من التطور والنماء. كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. أوضحت شركة بي بي عمان أن صدور المرسوم السلطاني رقم 14/2017 بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة سيمكن التمديد من مساحة منطقة الامتياز للمربع 61 للمشروع في مرحلة ثانية لتطوير الجهة الجنوبية الغربية لحقل خزان للحصول على موارد إضافية من الغاز. وذكرت الشركة في بيان لها أنه تم إطلاق اسم غزير على التوسعة الجديدة المتصلة بحقل خزان من الجنوب الغربي التي ستضيف حوالي 1000 كيلومتر مربع، متوقعة أن يسهم الحقل مع التوسعة على زيادة إنتاج السلطنة من الغاز بنسبة 40%. غزير هو الاسم الجديد على منطقة الامتياز الجديدة لتوسعة حقل خزان المرحلة الثانية الذي أجازه المرسوم السلطاني رقم 14/2017 لشركة بي بي عمان للمربع 61. التوسعة الجديدة على مساحة 1000 كيلومتر مربع لتصل المساحة الإجمالية لحقل خزان إلى 3950 كيلومترا مربعا، وستعمل على زيادة إنتاج الغاز من الحقل بحلول عام 2020 بنصف مليار قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى المرحلة الأولى والتي ستنتج مع نهاية هذا العام 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ليساهم حقل خزان بزيادة قدرها 40% من إنتاج السلطنة من الغاز مع التوسعة الجديدة.
وتم تنفيذ خطط التطوير وحفر الآبار في المرحلة التطويرية الثانية غزير، وفعليا تم حفر أول بئر في المنطقة، ويتوقع أن يتم تطوير حوالي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في المرحلة التطويرية الثانية، إذ سيتم حفر 125 بئرا للوصول إلى هذه المخزونات. ومع نهاية هذا العام ستسير أول شحنة من الغاز من المرحلة الأولى المنتجة من حقل خزان، لتتواصل العمليات على المرحلة الثانية مساهمة في تعزيز الاقتصاد العماني، وهما يؤدي إلى توفير الموارد اللازمة التي ستسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وموارد إضافية للسلطنة. تعزيز مجالات التعاون بين السلطنة وجمهورية بيلاروس بحثها معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وذلك لدى استقباله معالي فلاديمير ماكي وزير خارجية جمهورية بيلاروس والوفد المرافق له، حيث تم التطرق خلال المقابلة إلى مسيرة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد توجت زيارة الوزير البيلاروسي إلى السلطنة بالتوقيع بمبنى عام وزارة الخارجية على مذكرة تفاهم في المجال السياحي بين البلدين. وقعها من الجانب العماني معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، ومن الجانب البيلاروسي معالي فلاديمير ماكي وزير الخارجية البيلاروسي، كما تم افتتاح مكتب القنصلية الفخرية لجمهورية بيلاروس في السلطنة. أقر مجلس محافظ البنك المركزي العماني زيادة رأس مال البنك المركزي من 760 مليون ريال عماني إلى 1 مليار ريال عماني اعتبارا من الشهر المقبل. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه الأول للعام الجاري على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات. واستعرض الاجتماع كذلك المركز المالي للبنك وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني في الفترة الأخيرة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. تشكيلات هندسية وتجاويف عميقة، مغارة مقل وجهة السائح الأولى في وادي بني خالد. ما مدى الرضا الذي يعكسه المجتمع العماني على وزارة الصحة في تقديمها للخدمات الصحية؟ وهل هي بالمستوى الذي ينشده المريض في تلقي العلاج؟ توفير الرعاية الصحية هو أولوية من أولويات الحكومة. التوعية ركن أساسي تبدأ من الفرد والتعاون بين القطاعات. إذا كان ما هو احنا نطمح إليه فاحنا نطمح للكثير. وزارة الصحة عندما تضع خططها المائية تضعها على أسس ثابتة ومعايير وأيضا على أرقام. إن لم يتخذ القرار في وقته فليس له قيمة بعد. 70% من أطبائنا غير عمانيين. أبناء الوطن موجودين، أبناء الوطن موجودين. اعتمد مجلس جامعة السلطان قابوس مقترح التعديلات في لائحة الترقية الأكاديمية بالجامعة وقوائم الطلبة خريجي فصل الخريف للعام الأكاديمي الجاري. كما ناقش المجلس مقترح إيجاد نظام فعال للاتصال بين المجلس الاستشاري الطلابي ولجان الاتصال الطلابية بكليات الجامعة ومركز الدراسات التحضيرية من خلال تأسيس منتدى للاتصال الطلابي. كما استعرض المجلس الجهود المبذولة من قبل الجامعة في ترشيد الإنفاق في الموازنة الجارية وآليات التعامل معها،
ترأس الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة المجلس. انطلقت على مضمار الفليج بولاية بركة أولى فعاليات السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017. الكأس في نسختها السابعة تشهد مشاركة واسعة لملاك الهجن من مختلف محافظات السلطنة في منافسات تستمر على مدى 4 أيام. خمسة عشر شوطا لسن الحجايج في اليوم الأول للسباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية لعام 2017، والذي يقام على أرضية مضمار الفليج لسباقات الهجن بولاية بركة، والذي يستمر على مدى 4 أيام، وذلك بتنظيم من شؤون البلات السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية وبالتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن. بداية هذا اليوم المبارك سلاسة الأشواط، رضا الجمهور، التنظيم يعني رائع، يعكس النتائج تعكس هذا التنظيم ولله الحمد. السباق مفتوح لأبناء السلطنة كافة، والحمد لله رب العالمين هناك إقبال متنوع، إقبال كبير من مختلف الشرائح. 4 كيلومترات المسافة المحددة لسن الحجايج للفئتين البكار والجعدان، حيث توجت هزر بالصدارة في الشوط الأول المملوكة لحمود بن سعيد الحارثي، وفي الشوط الثاني جاءت في المركز الأول هزر لمطر بن مكتوم الجنيبي، وفي الشوط الثالث فازت جبارة لناصر بن علي الدرعي. الحمد لله ركضنا قعود عندنا الحين ثاني، وان شاء الله متمنين في الاشواط الجايه ان نتوفق، ومن الصح المكرمه هذه ودنا نحن نحصل منها لشيء بسيط. وعند الوصول الى نقطه النهايه يتم فحص الهجن الفائزه بالمراكز الاولى من قبل اللجنه البيطريه، والتاكد من عدم استخدام المواد المنشطه والصدمات الكهربائيه، كما يتم التأكد من ملكية النوق المشاركة عبر الشريحة الإلكترونية بحسب الأنظمة المتبعة في الاتحاد العماني لسباقات الهجن. ولنقل هذا الحدث الرياضي الهام، تم التجهيز المسبق والاستعداد التام من خلال الكوادر الفنية والأجهزة الحديثة لرصد فعاليات هذا السباق ونقله بصورة تعكس مدى الاهتمام بالموروث العماني الأصيل. الاستعداد لكأس حضرة صاحب الجال سباقات الهجن كان في تحضير مسبق أكثر من شهر، كنا نحضر اجتماعات ونجهز لهذا السباق. عموما إمكانيات التلفزيون كلها متوفرة في هذا السباق، عربات نقل على أعلى مستوى، كاميرات، عدد كبير من الكاميرات، أيضا الموظفين العمانيين موجودين، الكادر العماني، مهندسين، مصورين في الإرسال، حتى الفنيين بشكل عام. مشاركة واسعة من مختلف ولايات محافظات السلطنة في اليوم الأول للسباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية لعام 2017. من مضمار الفليج بولاية بركة، ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة جنوب الباطنة. وصل الحصان ميسور للخيالة السلطانية العمانية تألقه على مضمار أبو ظبي ليفوز بلقب بطولة ديربي الإمارات للخيول العربية الأصيلة. وتمكن ميسور من الفوز باللقب بعد تنافس كبير متقدما بفارق 7 أشواط عن أقرب منافسي في سباق لمسافة 2200 متر على مضمار نادي أبو ظبي للفروسية، ليكون هذا الانتصار 9 على التوالي في مسيرتي. كما حقق الحصان دوك للخيالة السلطانية مركز الوصيف في الشوط الأول بقيادة الفارس باتريك دوبس. ميسور هنا يمر بهذا العبور الكبير، بهذا العبور المهيب، نعم ميسور مرة أخرى للانتصار.
للانتصارات عنوان وللمغامرات أبطال ولهذا السباق ميسور ممثل الخيال. 119 مشروعا أغلقت نهائيا من بين 1663 مشروعا مولها صندوق الرفض، هذا ما أوضحه المؤتمر الصحفي للصندوق. المؤتمر كشف أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 69 مليون ريال عماني توزعت على 1730 قرضا. وكشف المؤتمر كذلك إلى أن الإجراءات الإدارية مع الجهات الحكومية والخاصة من أهم التحديات التي تواجه المشاريع. في إطلالة على بحر العرب ينجح مبارك الغيلاني في إنشاء منتجع بنيابة الأشخرة بعد تمويله من صندوق الرفد. المؤتمر الصحفي للصندوق يؤكد أن قيمة القروض فاقت 69 مليون ريال عماني، بينها 65 مليون ريال عماني صرفت فعليا خلال 3 سنوات بتقديم 1730 قرضا، مستحدثا بذلك 3138 فرصة عمل. بدأت بالتخطيط لتنفيذ المشروع على أرض الواقع وتحقيق هذا الحلم الذي أصبح اليوم حقيقة. المشاريع الممولة تنوعت بين قطاع التجارة الذي حظي بنسبة 37.6% وبلغت نسبة المشاريع الصناعية الممولة 9%، فيما سجلت مشاريع النقل اللوجستي نسبة 19.2% ومشاريع الخدمات 23.6%، كما أشارت الأرقام إلى إغلاق 119 مشروعاً من بين 1663 مشروعاً ممولة. المشاريع تشمل كافة المحافظات في السلطنة بما فيهم طبعا المحافظات اللي هي موجودة في مسندم كذلك والبريمي والوسطى اللي هي المحافظات الحدودية كذلك. نحن قدرنا حقيقة في الفترة الأخيرة نحن نركز على المشاريع اللي هي فيها قيمة مضافة، اللي هي المشاريع الصناعية والسياحية ومشاريع اللي هي الصناعات التحويلية كذلك. متأملين في الفترة القادمة ندش الحزمة الثانية من البرامج التمويلية. يأتي دور بنك التنمية في عملية ترجمة يعني جهود الرفد في التسويق والسعي للحصول على الموافقات والإقراض إلى واقع يعني رقمي في السوق، أيضا إلى جانب الدور المتابعة وتحصيل في عملية تحصيل إذن الأقساط المستحقة، وإذا ثمت أي متأخرات هناك أيضا يأتي دور بنك التنمية مع الرفد من خلال اللجان المشتركة سواء في لجان منح القروض أو اللجان الأخرى المتعلقة بلجان التسويات المختلفة. المشاريع القائمة تواجه تحديات رصدها الصندوق، منها ضعف المهارات الإدارية والمالية والتسويقية ممثلة ما نسبته 62%، فيما جاءت الصعوبات نتيجة الإجراءات الإدارية مع مختلف الجهات ما نسبته 15%، وتوزعت النسب الأخرى بين عدم استقرار القوى العاملة وموقع المشروع وسوء التخطيط وغيرها. المؤتمر الصحفي أيضا كشف أن نسبة المتأخرات عن سداد قروض صندوق الرفد لم تتجاوز 2%، الأمر الذي يؤكد على النتائج الإيجابية لأصحاب المشاريع ونجاحهم في إدارة مشاريعهم. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. إنشاء مركز وطني لدعم التكنولوجيا والابتكار في السلطنة ملف تدارسته حلقة عمل نظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو. المشروع الذي من المتوقع إنجازه نهاية هذا العام يهدف إلى تقديم خدمات للباحثين والمخترعين منذ لحظة ميلاد الفكرة حتى تسويقها والاستفادة منها. ثمة مسار يربط بين ولادة الطموح لفكرة ما والعمل على تحقيقها. هذا المسار يمر عبر واحات العلوم والتكنولوجيا، تلك المراكز التي تمزج بين الابتكار والإنجاز وتعمل على خروج الأفكار الإبداعية من الظل إلى النور. ومن أجل ذلك اجتمع أكثر من 40 مشاركا من عدة جهات في حلقة عمل ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو لوضع اللمسات الأولى بإعداد دراسة لإنشاء مركز وطني يعنى بدعم التكنولوجيا والابتكار في السلطنة.
مجلس البحث العلمي الحين يقوم بإنشاء شبكة لنقل التكنولوجيا، شبكة وطنية لنقل التكنولوجيا، وهذه الحلقة حلقة العمل تعتبر حلقة عمل تمهيدية نحو إنشاء هذه الشبكة. المشروع الذي يتوقع القائمون عليه إنجازه نهاية هذا العام يهدف إلى تقديم خدمات للباحثين والمخترعين بشأن حقوق الملكية الفكرية منذ لحظة ميلاد الفكرة حتى تسويقها والاستفادة منها. المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو تتعاون مع السلطنة من أجل نظام متوازن لحقوق الملكية الفكرية عن طريق إنشاء مركز لدعم الابتكار والتكنولوجيا. فكرة هذا المركز تتلخص في تقديم الدعم بكافة أشكاله للمخترعين والباحثين والطلبة في كافة المؤسسات التعليمية بالسلطنة. توطين المعرفة في الاقتصاد العماني في مؤسساتنا الأكاديمية وإيجاد ما يشبه الحاضنات التي تستطيع أن توجه المبتكرين وتساعد المكتشفين على تطوير وحفظ نتاجهم الإبداعي، أعتقد ضرورة لتعميق هذه الحالة في مؤسساتنا الأكاديمية وفي اقتصادنا في المرحلة المقبلة. هذه الحلقة وهي الأولى من نوعها تأتي في إطار السياسة العامة للدولة بضرورة دعم واحتضان وتعظيم الاستفادة من الباحثين وإيجاد آلية فعالة للاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة. مشروع وطني جديد سيرى النور قريباً لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا في السلطنة. من واحة المعرفة، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. بهدف التعرف على الأقسام الأكاديمية والتخصصات الهندسية، نظمت الكلية العسكرية التقنية فعاليات اليوم المفتوح تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد. ويأتي تنظيم هذا اليوم من أجل تعريف الطلبة الجدد وأولياء أمورهم بالتخصصات والبرامج التي تقدمها الكلية العسكرية التقنية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالانضمام إلى الكلية. احتفلت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية بتخريج 27 خريجاً وخريجة من الأشخاص السامعين ممن أنهوا البرنامج الدراسي افهمني بلغة الإشارة. البرنامج اشتمل على تعلم القواميس اللغوية الخاصة بالصم والبكم وبعض الزيارات الميدانية والتطبيقات العملية التي تؤهلهم ليكونوا مترجمين للغة الإشارة. افهمني بلغة الإشارة برنامج تدريبي لتأهيل مترجمين للصم والبكم. 27 مترجما ينضمون لمن سبقهم في المجال الذي يشهد ندرة حتى على مستوى العالم العربي. لغة الإشارة مهمة جدا، مهمة جدا بسبب أنه المجتمع عملية التواصل الآن صعبة بدون لغة الإشارة، ولذلك لما يسافر الشخص أو يروح في أي مكان طبعا ما بيكون في تواصل، فلذلك أيضا داخل الأسرة ما في تواصل بلغة الإشارة، الأصدقاء ما في تواصل. أساس إيش هو؟ لغة الإشارة. فهذا التواصل هو أساس الأصم في التواصل مع الآخرين، ولذلك نحن في المستقبل بإذن الله تعالى لما يكون نتمنى من كل السامعين أن يتعلموا لغة الإشارة بحيث أنه يتكون سعادة للأصم. جمعية عمانية ذوي الإعاقة السمعية هناك تعاون كبير بين الجمعية وأيضا المعهد من خلال لجنة مشتركة، وهنا الآن ما في مترجمين طبعا في الوزارات أو في الأماكن الخاصة بالصم. نحن الآن من خلال التعاون هذا وجدنا الأشخاص الصم وأيضا المترجمين لارتقاء بالأشخاص الصم في المجتمع. شهران تلقى خلالها مترجمو لغة الإشارة أساسيات التواصل مع فئة الصم والبكم وبرامج متخصصة في مجال لغة الإشارة والتي تضمنت قواميس لغوية. بداية الدورة كان في قاموس، أخذنا القاموس العماني وبعد ذلك القاموس العربي الجزء الأول والجزء الثاني والقاموس الجغرافي، كذلك تم منحنا القاموس الديني، وفي بعض التطبيقات العملية التي تمت في داخل المعهد وأيضا خارجه.
لن يقف مترجمو الإشارة هؤلاء عند هذه المرحلة فحسب، بل بدأ البعض منهم في تقديم دورات للراغبين في تعلم لغة الإشارة في محافظات السلطنة. عملنا برنامج خاص للإناث للصم كل الأربعاء معانا في الصحة، نفس الشيء تعليمهم في تثقيفهم ورفع مستواهم في مجال لغة الإشارة، وأيضا في مجالات مختلفة مثل الدين والثقافة والاجتماع، وأيضا في بعض المهارات يعني مثل التصميم والرسم. الصم والبكم من أدق الناس ملاحظة وأسرعهم حركة، كون لغة الإشارة تقوم بالأساس على البصر ومرونة الحركة وسرعة في الأداء. السعي في تعليم لغة الإشارة يسهم في دمج الصم والبكم مع بقية أفراد المجتمع، فهم منتجون كحال الأسوياء عند توفر الإمكانيات التي تساعدهم على الإنتاج كلغة الإشارة مثلا. محمد بن ناصر الخليلي، محافظة مسقط. صناعة الخبر رؤية متقدمة، عنوان حلقة العمل التدريبية التي انطلقت اليوم بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. حلقة العمل تتناول على مدى 4 أيام مهام المحرر والمراسل الإخباري في نقل الحدث بما يحقق الفائدة ويبرز الجوانب الحياتية والإنسانية في المجتمع وأهمية الصورة في المشهد الإخباري، إلى جانب فن المونتاج وتأثيره على الخبر. وفي مستهل انطلاق أعمال الحلقة، دعا معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ضرورة تحقيق الأهداف الوطنية من خلال التعبير عن الخط العماني في رؤية العالم من منظور السلام وإبراز جوانب الخير وزرع الأمل الدائم في المستقبل والحاضر، موضحا معاليه أن حضور الجغرافيا العمانية وكل فئات المجتمع العماني في نشرات الأخبار هو واجب على الهيئة وحق للمجتمع، مؤكدا معاليه أهمية تعزيز التقدم وإبراز النجاح رغم التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في ظل تعدد المنافذ الإخبارية والسعي نحو جذب المشاهد من خلال تقديم الخبر الصحيح والبحث الإبداعي عن اهتمامات المشاهد. سجلت وزارة الصحة وفاة 3 أشخاص وتسع حالات إصابة مؤكدة بمرض حمى القرم الكونغو النزفية في السلطنة، وذلك في الربع الأول من العام الجاري. وأشارت الوزارة أن الأرقام تمثل ارتفاعا ملحوظا في الإصابة بالمرض مقارنة بالعام الماضي، حيث كان عدد الحالات المسجلة 3 حالات فقط. ويعد مرض حمى القرم الكونغو النزفية من الأمراض ذات الأولوية العالية على المستوى العالمي والمحلي، ويتسبب به فيروس تحمله حشرة القراد، حيث ينتقل إلى البشر عن طريق لدغة الحشرة أو بالاتصال المباشر بدم وأنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين اتباع التدابير الوقائية عند التعامل مع الحيوانات أو مخالطة المصابين. أخبار عمان مستمرة، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات. أبناؤنا أمانة، منتدى تثقيفي وتوعوي تنظمه المديرية العامة للخدمة الصحية بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بمجمع صور الصحي، يناقش انتشار حالات التحرش الجنسي لدى الأطفال. المنتدى يأتي ضمن الأنشطة المجتمعية لمجمع صور الصحي، ويستهدف مختلف فئات المجتمع بشكل عام والمدارس والأطفال بشكل خاص، هادفا إلى توعية جميع المختصين في كيفية التعامل مع قضية التحرش الجنسي للأطفال. توعية جميع المختصين في التعامل مع ظاهرة التحرش الجنسي للأطفال ورفع وعي الأطفال بالحماية الذاتية وتوعية الأسرة بالطرق السليمة لتثقيف أطفالها، أبرز ما تناوله منتدى أبناؤنا أمانة بمحافظة جنوب الشرقية. بدأنا التنسيق والعمل مع الإخوان في المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى لإجراء هذه الندوة، سعيا منا لرفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور، ومساهمة منا في تدريب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين بالمنطقة للتعامل الإيجابي مع الظاهرة. تعددت الأسباب والظاهرة واحدة،
حيث كشف المنتدى عن تعدد أسباب الظاهرة التي تعود للاستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي والحرية المطلقة للأطفال في التعامل معها وضعف التربية وقلة الثقافة والابتعاد عن القيم الحميدة. القطاع الصحي قطاع مهم جدا وله أهمية كبيرة في التوعية، ولكن نأمل أن لا يكون آخر قطاع أو أن يقوم بجبر الضرر فيما بعد. نحتاج من الأسرة أن تبذل الكثير كي لا تحتاج إلى الرعاية الصحية والعناية الصحية بالأطفال بعد وقوع الضرر. المنتدى الذي تنظمه المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية كشف عن حلول للظاهرة، أبرزها معرفة الأسباب ومناقشتها مناقشة عامة وجادة، كما أنه من المهم أن تطرح الظاهرة في عمومها على مجهر المناقشة الجادة وعدم التذرع بالخجل والخصوصية سعيا لإيجاد معالجة فعالة. الطرق الأولى عشان نتعامل مع مشكلة كبيرة مثل هذه هي بأن احنا نتعامل معها بشفافية، نفهمها، نفهم أسبابها ونفهم كيف وأين تحدث، على أساس احنا نستطيع ان احنا نحول ضد وقوعها. ولكون مجمع صورة الصحي جزءا من منظومة الرعاية الصحية الأولية بالسلطنة، فقد هدف فريق الأنشطة والفعاليات بالمجمع هذه السنة إلى استهداف الجوانب النفسية والسلوكية لدى الأطفال وطلاب المدارس. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. تحت شعار حياتك أمانة، سعت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتنسيق مع مختلف قطاعات المجتمع إلى رفع مستوى الوعي المروري خلال فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لعام 2017. فعاليات هذا العام جاءت متنوعة شاملة في مضمون برامجها الرامية إلى تعزيز الثقافة المرورية لدى المجتمع خاصة مستخدمي الطرق. حياتك أمانة، شعار حمله أسبوع المرور الخليجي الموحد 33، والذي هدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق للتقيد بأنظمة المرور. وهذا ما سعت قيادة شرطة محافظة الداخلية إلى ترجمته بالتنسيق مع مختلف قطاعات المجتمع. يرمز شعار أسبوع المرور إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير، طبعا حفاظا على حياتنا التي هي أمانة بين أيدينا، فيجب المحافظة عليها حماية لأنفسنا ولأهلنا ووطننا. لذلك يجب علينا الالتزام بقواعد السير أثناء السير على الطرقات، تجنبا عن وقوع لا سمح الله ما لا يحمد عقباه، ونسأل الله السلامة للجميع. فعاليات هذا الأسبوع جاءت متنوعة وشاملة، وبدأت أولى المحطات من المعرض المروري التوعوي الذي شهد مشاركة الكثير من فرق التوعية المرورية بولايات المحافظة إلى جانب المدارس والمؤسسات الأكاديمية. اللي حصل إنه ما مسيطر عليه، ما قدر يسيطر على السيارة، حصل إنه هناك تقلبت السيارة في الجانب الثاني. يعني النصيحة هي عدم السرعة هي اللي سبب مخاطر كثيرة. مقعد الأمان له أهمية كبيرة في حياتنا ولحياة أطفالنا، فيجب علينا اقتناءه في السيارات، لأن أولادنا هم أكثر ما هم أطفالنا أكثر ما لدينا من متعة، فيجب الاقتناء ويجب علينا أن نحافظ عليهم من الحوادث. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية. اختتمت فعاليات مسابقة الأندية للإبداع الشبابي بين محافظتي البريمي والظاهرة التي شهدت مشاركة واسعة من شباب المحافظتين في جميع مجالات المسابقة. فعاليات المسابقة كشفت عن مخزون شبابي واعد في مجالات الفنون والرياضة والتقنية الحديثة، وتسعى وزارة الشؤون الرياضية إلى تنمية المواهب الشبابية وصقلها ليمثلوا السلطنة في المحافل المحلية والدولية. مغارة مقل هي المقصد الأول للسائح الزائر لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية. المغارة تقع في قرية مقل شمال الولاية، وهي عبارة عن جبل مجوف ضيق المدخل واسع في الداخل، تزين بالتشكيلات الهندسية والأماكن العميقة. نشاهد.
يتجمل المكان بتفاصيله، حيث الهواء العليل والمياه التي تنساب مكتسية اللون الأخضر، ليبوح لزواره بأسرار جمال يحتضنه وادي بني خالد الذي يتوسط محافظة شمال الشرقية. ما الوادي بجمالياته إلا مسير نحو موقع هو الأكثر غموضاً، يتهافت الزوار عليه رغم صعوبة الطريق، وشمس بأشعاعاتها ترمي بخيوطها محملة بحرارة الصيف، وضوءها يقف هنا أمام مغارة مقل. مدخل صغير يعبر منه محبو الاكتشافات كما عبرنا نحن، إلا أن ضيق المدخل يستدعي الزحف بحذر شديد. فالانزلاقات واردة أمام صفائح جبلية تستقبل زوار المغارة. Not easy to come into this. ليس من السهل الدخول إلى هنا. الجو حار جدا بالنسبة لي. أتمنى أن أرى الماء قريبا. أستطيع إخبارك إذا ما أردت التجربة فافعلها. ما إن تصل إلى داخل المغارة تستقبلك الخفافيش التي سكنت المكان وتركت فيه كثيرا من بصماتها، متجولة بين زاوية وأخرى مستأنسة وسط الظلام، لتجبرك على تقليب النظر في سطح المغارة فتبصر هندسة العوامل الجيولوجية في نحت التكوينات الصخرية. بعد رحلة الزحف شيئا فشيئا بدأ المكان في الاتساع حتى استقرت أقدامنا لتبدأ رحلة اكتشاف المكنونات. شاهدت المغارة، مكان جميل ومثير لمن يأتي إلى هنا. عبور المكان ضيق جدا بين مسارات الصخور، عندما تدخل المغارة يمكنك اكتشاف الصعوبة، حتى الهواء صعب الاستنشاق. تجربة عظيمة، لذلك نحن نحب عمان. تختلف أجواء المغارة من الداخل، فتارة يضيق المكان حيث الشعور أن الهواء يمكن استنشاقه، وحين آخر تلفح نسمات هواء باردة لا يعرف لها مصدر وسط الظلام الحالك. يرتفع خرير المياه كلما تعمقنا داخل المغارة التي تحوي أيضاً أماكن عميقة تمكنا من اجتياز أحدها لتتبع مصدر الصوت. تندفع المياه تحت التجويفات الصخرية وتبدو صافية وقد طاب لأسماك صغيرة الحياة فيها. سرعان ما اقتنصتها الكاميرا في جولتها تحت الماء. الدخول إلى غار مقل ليس بالأمر اليسير، إلا أن رحلة المغامرة هذه تستحق عناء المسير. من غار مقل بولاية وادي بني خالد، انتصار بنت حبيب الشبلية. فعلا مغارة تستحق الزيارة يا يعقوب. نعم، شكرا للزميلة انتصار، وادي بني خالد كلها تستحق أيضا الزيارة. أبدعت انتصار. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس البيلاروسي تتعلق بالعلاقات الطيبة بين البلدين.
40% حجم الزيادة المتوقعة في كمية إنتاج السلطنة من الغاز مع التوسعة الجديدة لحقل خزان. البنك المركزي العماني يرفع رأس ماله إلى 1 مليار ريال عماني اعتبارا من الشهر المقبل. انطلاق فعاليات السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017. هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، دمتم بعافية. إلى اللقاء.